كم مرة سمعت إن لو إنسان وإنت بتكلمه لمس أنفه يبقى ده معناه إنه بيكذب عليك، أو لو إنت بتكلمه غير نظرات عينه ومحطش عينه في عينك يبقى ده برضو معناه إنه بيكذب عليك. ده اللي إحنا نعرفه باسم لغة الجسد، وهي لغة لها قواعد وعلم، وأحسن مكان نعرف منه قواعد لغة الجسد هي أجهزة المخابرات. هنتكلم في الحلقة دي عن لغة الجسد ولكن بشكل مختلف خالص. اكتشفت وانا بحضر الحلقة دي انه لمس الانسان للانف وهو بيتكلم او انه ما يحطش عينه في عينك وهو بيتكلم ده ملوش علاقة خالص بالكذب، ده له علاقة بتهدئة النفس، يعني الجسم حس بتوتر شديد في وقت معين فقرر الجسم انه هو يهدي نفسه، فبتطلع اشارات او لغة لا ارادية من جسم الانسان هدفها انها تهدي الانسان. واكيد مش هنسى اقول لك اهم علامات لغة الجسد اللي بتعبر عن الحب والاهتمام. جو نوفارو واحد من اهم العملاء في التحقيقات الفيدرالية، والراجل ده خبرته اكتر من 30 سنة في المباحث الفيدرالية، وبيتكلم عن الشكل الحقيقي للغة الجسد والتفسيرات الحقيقية اللي المحققين بيستفيدوا منها في لغة الجسد لما بيجوا يستوبوا انسان، بداية من الانسان ده بيمشي ازاي، بيلبس ازاي، شكل قعدته وهو بيستعد للتحقيقات عاملة ازاي. كل لغة بيصدرها الجسد لها معاني كتيرة، واكتشفت كمان ان معظم المعاني اللي الناس عارفاها عن الجسد كلغة الجسد هي معاني مش مظبوطة. جو نوفارو اكد ان لغة الجسد هي مش مساحة لاصدار الاحكام على الاشخاص، ولكنها بتوضح الرسائل اللي الانسان بيحاول يوصلها للانسان التاني من خلال لغة غير منطوقة، لغة جسدية مش اكتر، ودي بتفيد التحيات في معرفة شخصية البني ادم ده واذا كان صادق او بيقول الحقيقة او اذا كان شخص متوتر او بيحاول يخفي المعلومات او يخفي الحقائق. البداية تكون من الشعر، هل شكل الشعر ده صحي ولا لا، هل مهندم او مرتب ولا لا، كل ده بيدل بعلامات معينة من لغة الجسد ان الانسان ده طبيعته انه منظم وطبيعته انه بيهتم بنفسه ولا لا، وده بيعكس معلومات بتفيد جدا في التحقيقات اتجاه الشخص ده. الحاجة التانية اللي مهمة في لغة الجسد هي منطقة الجبهة، ومنطقة الجبهة هي اكتر مكان بتصدر لغة بتعبر عن اللي بيدور داخل الانسان. علامات الغضب وعلامات التعجب بتبان جدا في منطقة الجبهة، تطلع لغة الجسد على منطقة الجبهة بطريقة لا إرادية، والجبهة وشكل الجبهة بتوضح إذا كان الشخص ده عصبي ولا هادي وبيقدر يتحكم في نفسه ولا لا، غير إن الجبهة كمان بتوضح كمية التوتر اللي الإنسان متعرض ليه، بالإضافة إلى إمالة الرأس. يعني في لغة الجسد لو الإنسان واقف ورأسه مستقيم ده بيوضح إنه مش مرتاح أو مش مستريح في القعدة أو في المكان اللي هو موجود فيه، إنما لو كانت إمالة الرأس موجودة يعني قاعد وميل رأسه على جنب شوية ده معناه ان الانسان مرتاح في القعدة ومبسوط ومش محطوط تحت اي ضغط، واذا غير الانسان امالة الرقبة دي مرة واحدة واصبحت مستقيمة ده معناه ان الانسان في اللحظة دي خلاص ما بقاش مرتاح في القعدة او بيسمع كلام مش عاجبه او بيسمع كلام حاسس فيه بتهديد او اتهام. تهوية الرقبة ودي تحديدا بتبقى عند الرجال، الرجل اول ما بيحس بتوتر او بيحس بعدم وجود راحة اول حاجة بيعملها انه بيبدأ يهوي في الرقبة، يعني بتلاقيه بيفضل يرفع المنطقة دي من الملابس ويحاول يهوي الرقبة بطريقة لا ارادية. لو العمل الحركة دي قدامك اعرف ان هو في حالة توتر وفي حالة عدم استقرار، وان الجسد قرر ان يصدر اللغة دي علشان انت تفهم ان مش مرتاح في القعدة. حتى تشابك الايد، لو لقيت الانسان اللي قدامك عنده تشابك الايد قوي ماسك في الايد بشكل متشابك وقوي اعرف انه منزعج ومش مبسوط في القعدة، ولو حسيت انه متشابك في الايد وعمال بيفرق في ايده اعرف انه كمان متوتر بجانب انه مش مرتاح، وده عكس تماما حركة تشابك الايد في حالة الثقة بالنفس، ما بتبقاش تشابك قوي، بتبقى الايد اللي هي عاملة كده اللي هو شخص لما بيكلمك بتلاقيه عامل ايده كده، دي بتعبر عن الثبات الانفعالي وبتعبر عن الثقة بالنفس، ملهاش اي علاقة ولا بالتوتر ولا بغيره، برغم ان هم حركتين شبه بعض جدا، انك عامل ايدك كده او انك عامل ايدك كده، ودي بتفرق جدا في التحقيقات لانها بتوضح من لغة الجسد انت قاعد مرتاح او قاعد هادي ولا لا. من العلامات المهمة في لغة الجسد كمان هو وضع الايد في وسط الجسم وهو يعني الانسان هتلاقيه واقف وحاطط ايده في وسطه، في حالتين، لو حاطط ايده عادي وايده كلها موجوده بالشكل ده اعرف ان هو في وضع هجومي، انما لو مقرب الابهام هو اللي قدام يعني حاطط ايده بشكل الابهام هو اللي قدام تعرف على طول ان ده في وضع فضولي، الشخص ده فضولي وعايز يعرف معلومات وعايز يفهم هو ايه اللي بيحصل دلوقتي. تشابك الارجل كمان من اهم علامات لغه الجسد، لو سالت شخص سؤال وبصيت على رجله لقيتها متشابكه مع بعض اعرف على طول ان
السؤال ده سبب له توتر. ومن اهم لغه الجسد الانسان اللي بيفرك ايديه في رجله وهو قاعد. لو عمل الحركه دي قدامك بشكل طبيعي وبشكل ظاهر اعرف ان دي مجرد تهدئه للنفس، ولكن بشرط ان السلوك ده يكون قدام الناس بشكل عادي. انما لو فرك ايديه في رجله لكن حاول يخفي اللي بيعمله اعرف على طول ان بيحاول يخفي انطباعاته او يخفي السلوك بتاعه الحقيقي. وهنا على طول في التحيات لازم يسالوه هو ايه اللي موترك. لو لقيت الشخص اللي قاعد قدامك على ترابيزه حاطط ايده قدامه عادي، فارد ايده كده عادي، اعرف ان الشخص ده مرتاح وهادي وما عندوش اي مشكله في القعده، سواء كنت لوحدكم او كان معاكم ناس كتير. انما لو لقيت الشخص ده لامم ايده على نفسه وضممها لنفسه اعرف ان هو يا اما متوتر يا اما مش مرتاح في القعده او مش معجب بالقعده. ولو حد وجه له سؤال ولم ايده خالص لتحت ونزلها تحت الترابيزه اعرف انه اصلا بيخبي عليه المعلومة ومش بيقولك الحقيقة. نيجي بقى على العلامات بتاعت لغة الجسد اللي لها علاقة بالحب وبالارتياح. اللغة الجسدية دي لو ظهرت قدامك اعرف على طول ان الشخص اللي قاعد قدامك ده يا معجب بيك يا مرتاح لك. لو اللي قاعدة قدامك بتحبك او مرتاحالك هتليها طول ما هي بتكلمك عمالة تمسك شعرها وبتحاول تلعب في شعرها كتير، وده سلوك او لغة لا ارادية بتطلع من المرأة اتجاه الرجل في حالة الاعجاب بيه او انها مرتاحاله، تليها طول ما هي قاعدة بتلعب في شعرها. اللغة التانية هي لغة قرب المسافة. هتلاقي الشخص اللي بيحبك بيحاول يشيل كل الموانع اللي بينكم، حتى لو الموانع دي كانت مجرد كاس مية، كوباية عادية، ورق، أي حاجة هتمنعكم من التقرب من بعض هتلاقيها بشكل لا إرادي وبلغة جسد عادية بتحاول تشيل الحاجات دي علشان تكسر أو تقرب المسافات اللي بينكم. اعرف ساعتها إن الإنسانة دي يا معجبة بيك يا بتحبك. لغة كمان في الجسد بتعبر عن الحب هو التركيز بنظرات العين ليك وهي بتتكلم معاك، وكمان هتلاقي ان حدقة العين بتوسع وهتلاقيها مرتاحة معاك في الكلام، وده باين جدا من العين، وهتلاقي ان العين مركزة معاك وما بتشيلهاش من عليك خالص. وده على عكس خالص لو لقيتها قاعدة معاك عمالة ترمش بعينيها، وده معناه ان الجسد رافض الرؤية باستمرار فبيقفل العين وبيفتحها بطريقة مبالغ فيها. اعرف انه كلغة جسد ان اللي قاعدة قدامك دي مش طايقاك. ومن اهم لغات الجسد اللي بتعبر عن الحب والراحة هو لمس الوجه باستمرار. طول ما قاعدة معاك هتلاقيها عمالة تلمس وشها، وهنا الجسد بيبقى عايز يقول انا موجود، انا هنا قدامك اهو انا موجود. ومن اهم العلامات هو لمس الشعر وتعديل شكل الشعر باستمرار. طول ما هي قاعدة معاك عمالة تلمس في شعرها وتعدل في شعرها. لغة الجسد لغة معقدة وكبيرة، والحلقة دي انا حاولت اختصر حاجات كتير جدا ولغات كتير في الجسد، ولكن اتكلمت عن اهمها. لو عجبكم الكلام عن لغة الجسد ممكن نجيب حد متخصص ونعمل معاه لقاء مطول نتكلم فيه عن كل ما يخص لغة الجسد. سلام عليكم.